الانطلاقات تستمر، اشواطنا تستمر على ارضيه هذا الميدان، ميدان الطي ما شاء الله تبارك الله ملقب بميدان ضوء. يا ما خرج هذا الميدان العديد والعديد من الاسماء في عالم سباقات الهجن وفي عالم الاصايل. انطلاقه موفقه نتمناها دائما لجميع الشعارات والاسماء الحاضره على ارضيه هذا الميدان مع انطلاقه رابع اشواطنا في هذا الصباح المتميز الذي يحمل انطلاقات هجن اصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل بالمشاركه على ارضيه هذا الميدان. نسير مع الصداره ونتقدم مع هذه الاسماء ونتعرف على الصداره ومهيض على المركز الاول، مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يتابع سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. المركز الثاني معطش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي في المتابعه، ناخذ المركز الثالث ونتابع القادم الشمردل محمد بن علي بن علوان الاكتبي قادم مقدم الشمردل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الاسماء، نفرح بهذه المشاركات من هذه الشعارات والاقطاب في هذا العالم الساحر عالم سباقات الهجن. المختبر قادم وعبد الله بن علي بن نواس الاكتبي ماخذ له زاويه مع المختبر، يبغي يختل ويسير ويطير بهذا الشوط، لكن والله وش اقول لك، الاسماء قادمه وعملاقه يا ابو نواس. مركز الخامس ياتي مرعب 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 عبد الله بن محمد بالغويص السويدي قادم، ناخذ المركز السادس حشيم يا حشيم يا حشيم سلاله صغان. يا سلام صبح بسعيد بالعجيد الاجتبي يقدم هنا انطلاقتي حشيم وتحدياتي حشيم، ناخذ المركز السابع وياتي جمر لمحمد بن سعيد بن هلال الخاطري قادم في هذه اللحظات، يقدم جمر وكذلك القادم سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يتابع طارش بن مبارك بالقوبة. هكذا هي النتيجة، هكذا ندان الأول إذاعتنا الأولى مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة على أرضية هذا الميدان ميدان الطي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا علي يا علي يا ابو سحر، قال الشاعر يرتاح راع الركضه في دبي، ولدبي شهره عالميه، دبي قالوا ديره الحي وانا اشهد ان دبي حيه، جمهورها قال في طربه وغي هذا فضل سبع السريه، حمدان لي بالجود مرهي سمعه ورسمه معنويه ما شاء الله. نعود الى الصداره، نعود مع معطش اللي غير، معطش اللي قاد مساري هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي. يلا يا ابو سعيد يلا يا ابو سعيد، متى بنقول حلوه ايامك يا ابو سعيد؟ المركز الثاني القادم مهيض 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 لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري يتابع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المركز الثالث القادم في ثالث المراكز، يتقدم الشمردل لمحمد بن علي بن علوان وكذلك المختبر لعبد الله بن علي بن نواس
لكتبي ومرعب لعبد الله بن محمد لغويص السويدي على المركز الخامس يتسلل الى المركز الثالث، ولكن الكيلو متر الاخير بدا يهرب من حلوه، بدا يكلم معطش، خلاص بدات الاوامر بالتحرك الى ناموس هذا الشوط. 800 متر الاخيره يا محمد يا بن سعيد يا بن حلوه يا لكتبي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم معطش 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 اللي بيسقيهم بيرويهم اليوم من الناموس، ناموس صباحي متميز، ناموس صباحي بطريقة هذا الشعار واسلوبه ما شاء الله تبارك الله. هو معطش هو معطش والعصاف الابطان العصاف الابطان قال بوسعيد خلاص ما بنكلمه الا بالكلام. 400 متر الاخيره وبدا يحط جهازه معطش على الطابلون بوسعيد محمد بن سعيد بن حلوه اللي تبي. سلام سلام يا الموج الازرق، سلام 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 الى سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم داعم هذه الشعارات والمؤسسات العملاقه مع مختلف المضمرين الى النقطه الرابعه لهذا الشعار، ولكن النقطه الاولى للمضمر محمد بن سعيد بن حلوه لكتبي. حلوه الحين بنقول حلوه ايامك يا بن حلوه، كذلك هذا احد من شباب الخوانيج. يا سلام خط النهايه يصل هنا معطش والكل يرحب بهذا الشعار. المركز الثاني شمردل لمحمد بن علي بن علوان لكتبي، وصل على المركز الثاني كذلك ما قصر. هذا الاسم المركز الثالث المختبر لعبد الله بن علي بن واسك تبي. التوقيت الزمني 6:09 قطعهن في 4 كيلومترات 6:09 ولا زال التوقيت مع كسيورة 6 دقائق بالوفاء والتمام، وتوقيت كسيورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم مع المضمر سعيد بن عبيد بن خليفة الحميدي.